قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم. شوف من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الطهر هذا القلب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ من صلاتي يعني من دعائي، يعني لما أدعو الله سبحانه وتعالى إيش كثر أخلي من دعائي صلاة عليك. ولأن معروف من آداب الدعاء أن يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء ونهايته. قال علي رضي الله عنه: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاك ما يصعد ولا يرتفع أصلا. فكم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت. فقال أبي: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف يا رسول الله، يعني أخلي نص دعائي بس صلاة عليك، يعني إذا أنا كنت بدعو الله 10 دقائق 5 دقائق منها بس صلاة عليك يا رسول الله. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، يعني أخلي دعائي كله بس أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن، يعني إذا سويت كذي، إذا خليت دعاء كله صلاة علي، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أنت تبي شيء غير هذا؟ تبي شيء غير أن الله يكفيك الدنيا والآخرة؟ الدنيا الله يكفيك همومك، مرتاح بالدنيا، والآخرة يغفر لك ذنوبك، انتهت. هذا بس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، على الأقل لما يذكر أمامك، لما تسمع اسمه، لما تكتبه، لا تنسى أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأن تحتسب الأجور والنوايا التي ذكرناها. نسأل الله أن يجعلنا من أقرب الناس منزلة منه صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.